وانا هبدأ معاك معلش بفكرة اصلا انك حضرتك تيجي في بالك انا عايزة اقدف بطول نهر النيل والوحدي، والرحلة كانت جهزت لها ازاي، ويعني والغرض منها فعلا زي ما كريم كان بيتكلم ايه، هل احنا بنتكلم هنا يعني في كاز معين او توعية بحاجة معينة، ولا فكرة هنا برضو سياحة يعني رياضية؟ خلينا نفهم. طيب هي لو نرجع للفكرة اساسا ابتدت سنة 2010. احنا زمان قوي. يعني دي اول ما بدات الفكره. 2010 كانت الفكره اني اقدف من اسوان لراس البر، دي ابتدت في 2010، ولكن الظروف في 2011 ما سمحتش ان انا اعمل ده. 2012 اتنقلت بره مصر، رجعت 2018 يعني اتنقلت امريكا الشماليه وشاركت في بطولات هناك، واللطيف ان انا كنت بكسبهم في الاول. كانوا واخديني بتهريج ان ده واحد مصري جاي وهو موجود هنا عايز ينزل بطولات وينافس، يعني نزل وكسر الدنيا. خدت كذا مره اول هايل، وفاكر كويس اول مره دخلت وانا بسجل الشخص المسؤول عن التسجيل يعني. بتقول لي يعني يعني بقول لها هي الارقام كام ومين عمل ايه السنه اللي فاتت، قالت انت اهم حاجه بس ان انت ايه يعني تيجي تواظب كل يوم تقدم شويه وما تشغلش بالك يعني. غريبه جدا. يعني ما هي يعني فاللطيف ان هو ايه، فانا واظبت يومين ثلاثه عايز اعرف اللي بيحصل حواليا، والحمد لله كنت ايه خدت اول. ده كان 2012، واستمرت الفكره موجوده ان هو في يوم من الايام لما ارجع مصر هعمل الفكره بتاعت نهر النيل. 2018 لما رجعت اتشغلت في الشغل بتاعي وتاسيس الشركه والشغل بتاعي في مصر. السنة اللي فاتت قررت ان هو لازم تتعمل. تواصلت مع اتحاد التأديف خصوصا الدكتور عمرو النوري، وليها اسباب. هي الاسباب بتاعتها ترجع للاتي، ان هو لما كانت في 2010 موجوده كانت موجوده ان انا كنت لما بقدف في اي حتت نائيه شويه كان في حاجات بتشد نظري ان هي محتاجه تتعمل عشان تبقى ايجابيه. فكنت كل تفكيري ان هو ازاي تقدف بطول النهر ويبقى مغطي الايجابيات والفرص اللي موجوده حوالين نهر النيل في مصر، والحاجات اللي محتاجه تتحسن او محتاجه اهتمام، والاهتمام بالاثنين اذا كانت ريسورسز من بني ادمين او بشرية. موارد بشريه او موارد طبيعيه ربنا مديها للبلد. 2018 و19 لما جيت وابتديت افكر فيها لقيت ان هو كان ملف بقى بتاع نهر النيل عمال يشد في حوالينا. في نفس الوقت الشغل بتاعنا مع في الملفات الطبيه الكترونيا، الشغل بتاع الشركه بتاعتنا خلى في علاقه بيننا وبين الهيئه العامه للرعايه الطبيه نقابه الاطباء، وشايف التحديات اللي موجوده في الملف ده والرقمنه بتاعته، فحصل بيننا وبين الهيئه بروتوكول للتعاون في الحته بتاعه الدعم بتاعهم في الجزئيه دي. فاهتميت ان هو يكون التأديف معمول مع قافله طبيه بتساعد الهيئه العامه للرعايه الصحيه والتامين الصحي الشامل في تسجيل ورقمنه الملفات الطبيه للمواطنين في الاقصر واسوان. وفي نفس الوقت جت في نفس الوقت اللي هو فيه الملف بتاع النيل عمال يشتد والناس كلها مهتمه بيه، فقلت ان هو الواحد يكون ليه دور ايجابي ان هو بيقدف ويحط الحاجات دي كلها سوا. يعني اكتر من انت تقعد تبقى على قهوه او بتقول هم عملوا وما عملوش، طيب خلينا نحاول ان احنا ايه نشد الانتباه بشكل ايجابي ويبقى قوه ناعمه دوليا.